تحدث عن إدريس اليولي بيجائي نعم إدريس اليولي هذا البيجائي كان يسميها كنوع تسجيل الحياة. لا، لأن هذا العلم وهذا النور أفاض على الناس حتى انفجرت الرياضيات من هذه المنطقة، كلام ظنوا ذكروا فيها. وإذلك أنا الحقيقة أنا أحببت أن يكون لهذا القطاع، أن يكون له هذه القوة في إحياء هؤلاء الرموز بالكتابة، بالنشر، بتعريف الناشئة، بتسمية هذه المراحل كنوع تسجيل الحياة. لا، لأن هذا العلم وهذا النور أفاض على الناس حتى انفجرت الرياضيات من هذه المنطقة، كلام ظنوا ذكروا فيها. وإذلك أنا الحقيقة أنا أحببت أن يكون لهذا القطاع، أن يكون له هذه القوة في إحياء هؤلاء الرموز بالكتابة، بالنشر، بتعريف الناشئة، بتسمية هذه المراحل. تحدث عن إدريس اليولي البيجائي نعم بيجائي أحمد بن إدريس نعم إدريس اليولي هذا البيجائي كان يسميها كنوع تسجيل الحياة. لا، لأن هذا العلم وهذا النور أفاض على الناس حتى انفجرت الرياضيات من هذه المنطقة، كلام ظنوا ذكروا فيها. وإذلك أنا الحقيقة أنا أحببت أن يكون لهذا القطاع، أن يكون له هذه القوة في إحياء هؤلاء الرموز. ماشي ننسى هو مريض الإمام مريض يعني البارح برك مش